السلام عليكم. هنتكلم النهاردة عن نوعين من التهابات النساء اللي هو قرحة الرحم والتهاب غدة بارسولين. هنتكلم عن كل واحد بالتفصيل. قرحة الرحم دي عبارة عن ايه؟ عن ان انت كان عندك التهابات نساء عادية جدا وانت طنشتيها من الاخر، فاضطرت ان الالتهابات دي تنتشر وصلت لعنق الرحم. عنق الرحم بيعبر عن نفسه انه بيتعور ويبقى شبه القرحة، عشان كده بنقول عليها قرحة، بس هي في الاول وفي الاخر التهابات. انا من المدرسة بتاعت ان احنا منعملش كي للقرحة، بناخد مسحة منها ونعملها مزرعة وناخد مضاد حيوي مناسب، او في اغلب الحالات بنبتدي ندي العلاج اللي هو بيعالج 90%. لو الست ما تحسنتش ساعتها بنضطر نسحب مسحة. طيب ايه اللي يخلي الست ما بتخفش، يعني عندها التهابات وتروح كل شوية وترجع تاني؟ اولا عشان اقول ان انا ما بخفش، ان الالتهابات في خلال اقل من شهر بترجع لك تاني، يعني رحتي للدكتور وكشفتي واقل من شهر الالتهابات رجعت تاني. طيب ايه اللي بيعمل كده؟ ان انا الست ما بتحافظش على ان هي تلبس ملابس قط. الحاجة التانية ان بيحصل علاقة في وقت العلاج، ده لازم يقف. الحاجة التالتة ان هي ما تكملش كورس العلاج، يعني الدكتور قال 7 ايام، انت خدت يومين، لما تحسنتي بطلتي. والحاجة التالتة اللي هو التشطيف الكتير ساعات برضو بيجيب التهابات، فاحنا المفروض ان الست في العادي ماكسيمم 2 لـ3 مرات في الاسبوع، والتشطيف خارجي بس، الدش المهبلي ده اتلغى على مستوى العيلة، ما حدش يستخدم. طيب يبقى احنا كده اتكلمنا على القرحة. القرحة دي لازم الدكتور هو اللي بيعالجها لك، ما ينفعش انت تقولي انا هاخد علاج في البيت. عادة اعراضها بيبقى مغص وتقل ووجع في الظهر مع افرازات مش لطيفة بتضايق. طيب ايه التهابات غدة بارسولين؟ ربنا خالق غدة بارسولين دي علشان يعني ترطيب. اللي بيحصل ست عندها شوية التهابات، اخدت كريم مع نفسها من الصيدلية، قفلت غدة بارسولين. غدة بارسولين دي قناة، ليها قناة رفيعة بتفرد طلع الافرازات. لما انت حجيتي حطيتي كريم قفلتيها، خلاص اتسدت والافرازات عملت من جوه مع البكتيريا عملت خراج. يبقى لا يفضل ان انت تاخدي اي كريم من الصيدليه، لو سمحتي ابعتي لدكتورك اساليه او انزلي اكشفي، لان دي اكتر سبب لالتهاب غده بارسولين. غده بارسولين ممكن تيجي للمدام او للانسه اللي هي برده كان عندها التهابات بسيطه ودهنت كريم او ما تبعتش كويس. لو عجبك الفيديو يا ريت لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناه، ولو لسه عندك سؤال يا ريت تسيبيه في كومنت عشان نرد عليه في الفيديوهات الجايه ان شاء الله.